اجي انا اقول لربنا ايه؟ لا ازاي؟ ده احنا قعدنا سنين عمرنا وحفظناها. تبت حديث مرعب كل المحدثين والاساتذه وطلبه العلم الصغننين حافظينه كويس جدا. والقران اللي قال كده. احنا بنتلكك على حاجه نقول الراجل ده ربنا يرحمه ان شاء الله. قال له فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ربنا قال ايه؟ فين ابو لهب؟ لا تبعثيت عنه. قريش. اجتمع أبو لهب مع سادة قريش ليتناولوا أخبار مسيلمة الكذاب، وكان هناك بعض الأنباء بأنهم سيجتمعون ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمرني يا ابني، أنا تحت أمرك. حفظك الله يا راجل يا طيب. أنا برتاح لما بسمع اسمك أو أكلمك أو أسمع صوتك. الله يريحك، الله يريحك. اتفضل اتفضل أمرني. الله يكرمك. أنا عندي إخواتي الاتنين ماشيين اليومين دول مع شوية عيال هيبوظوا لهم المعلومتين اللي حفظوهم في الابتدائي. طيب وأنا إيه المطلوب مني بالظبط؟ هبعتهم لك تعلمهم شوية في الدين، يعني تحكي لهم مثلا عن بطولات وعظمة سيدنا اي حد، ابو هريرة مثلا. بس كده من عيني. تسلم عينك يا شيخ المشايخ، وهبعت لك معهم الشهرية. واني منتظر الشهرية، منتظر الاولاد، منتظر الاولاد. مع السلامة يا بركة، مع السلامة يا بركة. هو قال سيدنا ابو هريرة ولا سيدنا ابو لهب؟ واحد مش فاكر، بل الواحد بينسى يا ملك كده. مين بيخبط؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اخويا بعت لك جوز الحمام ده. وعليك انت كمان السلام. منورين يا حلوين. استنى اما نقفل بتاع الراديو دي. النهارده يا حلوين هنتكلمهم عن ايه؟ عن ايه؟ عن سيدنا ابو لهب. سيدنا ابو لهب يا ابني. هو سيدنا ابو لهب ولا سيدنا ابو لهب؟ ما علينا. المهم مع انه كان شديد الكفر ولكن ممكن يخش الجنة، لان دخوله الجنة او دخوله النار مالناش دعوة بيه، دي بتاعت ربنا يا ولا. هو الواحد لو سرق هيخش الجنة؟ ممكن يخش الجنة يعني؟ هو يعني لو سرقت حاجة من عندي فانت عمرك ما انت داخل الجنة، انما لو سرقت من بره عادي ممكن تخش الجنة. المحاني ابني وداني البحبحاني. اعزائي المشاهدين متابعين قناة البحبحانة في كل مكان، احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله كمل وبركاته. المعلم بتاعي بيقول لي وبركاته الراء. اعزائي المشاهدين، منذ اندلاع قطار انتحار الملحدين انقسم العالم الى ثلاثه اقسام. ياه، معقول الكلام ده؟ لا لا لا، اربعه. ايه انت هتالف ولا ايه؟ هو بمزاجك ولا ايه؟ معلش يا عم عدها لي. ماشي عديناها اما نشوف اخرتها معاك. منهم اللي بيقول لك الله يرحمهم ربنا هيغفر لهم، دول من اهل الجنه. ربنا اللي قال فين ابو لهب؟ انا هدخلك النار لا تبعثيت عنك. حد له حاجة عند ربنا؟ الموضوع ده كبير ويعطل آيات في القرآن يا بحبح. أنا بقول الدكتور مبروك عطية أكبر سناً، فإحنا نجيبه الأول قبل الشيخ رمضان. القسم الثاني اللي بيقول لك دول كفار مش هيخشوا الجنة وما لهمش رحمة ربنا. إن المجموعة دي مش هتخش الجنة. ولا حيناله رحمة. ولا إيه اللي يدخله في جهنم ده؟ أبو لهب ده. معقول في ناس كده؟ طب والقسم الثالث والرابع؟ لا، القسم الثالث والرابع بقى بيتفرجوا على الاثنين دول. لا انت بتهزر عاد. ما تشرب شاي. انا سايبك وماشي. بص يا محترم، انت كمسلم اللي بيتحكم في اقوالك وافعالك هو الكتاب والسنة. القرآن الكريم والسنة النبوية اللي ممكن تخليك تصلي على المنافق وربنا قال عنهم ان هو في الدرك الاسفل من النار. وممكن برضو الكتاب والسنة يخليك ما تصليش على المسلم وممكن يكون من اهل الجنة. تقول
تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. واحد مش مسلم دخل في الدين الاسلامي، نطق الشهاده وعمل باعمال المسلمين، هو قدامك ايه؟ مسلم. ولكن هو كان بيدبر للاسلام عشان يخش في الاسلام ويطعن فيه مثلا، بس انت ظاهرا هو قدامك مسلم، ده لو مات يدفن مع المسلمين لان انت ما تعرفش ايه اللي في نيته. والمسلم بقى اللي ما ينفعش انك تصلي عليه، واحد مسلم بينطق الشهاده ترك الدين وقال لك انا بقيت ملحد، ايه السبب اللي خلاه يعمل كده؟ انت ما تعرفوش، بس الظاهر قدامك ايه؟ انه ما بقاش مسلم، وتدعي له بالهدايه طول ما هو حي وفيه النفس. ولما ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش على المنافق لو مات، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف من هم المنافقين. وعلى فكره كان في صحابي جليل اسمه حذيفه بن اليمان، الصحابي ده كان عنده فراسه، كان يعلم من هم المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ازاي يعرف المنافقين. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازه لا يصلي عليها حذيفه، لان صلاتك عليه ايه؟ دعاء ورحمه واستغفار. فهمت؟ يبقى صلاتك على المنافق مش هتنفعه يوم القيامة، والمسلم اللي انت ما صليتش عليه هو كده كده مقبول عند ربنا. بص يا محترم، ما تعرفش اللي اسمها هالة حجازي ولا سارة حجازي دي من ساعة ما ماتت وهي عاملة قلق للناس كلها، والسؤال بتاع كل مرة عند ما يموت واحد من الملحدين او واحد مش مسلم عامة، يعني هل يجوز نترحم عليه ولا لا؟ وينفع نستغفر له ولا لا؟ فيطلع الجماعه الكيوت يقول لك ايوه يجوز، ربنا غفور رحيم، ويطلع الجماعه اللي مش كيوت يقول لك لا ما ينفعش انك تترحم عليهم. فانت بقى تسمع الجماعه الكيوت ولا الجماعه اللي مش كيوت؟ يعني عندك مثلا الدكتور مبروك عطيه، عند ما ماتت صالح جازي قعدوا يستجوبوه في بعض الحاجات اللي يجوز نترحم ولا ما نترحمش. احنا بنتكلم في المبدا، مبدا الرحمه وحقنا فيها وحقنا في طلب، وما يعرفش ان هي اصلا ملحدة وكانت تدعو للإلحاد، ده غير موضوع المثلية والكلام ده، لا وغير ده كله انها ماتت منتحرة كمان. فما الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مرعب، كل المحدثين والاساتذة وطلبة العلم الصغننين حافظينه كويس جدا. ورحت للحديث الاولاني اللي احنا قلناه، حراسة يوم في سبيل الله جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل الذي قيل فيه فاجر ويضمن له الجنة ويقول له في اللحد أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. الحديث اللي ما بنسمعوش على المنابر، إن جماعة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله فلان فاجر قد هلك، وكلمة فاجر دي تقريبا مش موجودة في الحديث، ده سيدنا عمر اللي قاله ما تصليش عليه. بغض النظر عن إن الحديث ضعيف أو صحيح، فده أصلا مسلم، وحتى لو كلمة فاجر موجودة يا دكتور فيجوز الصلاة على الفاجر، ده أصلا المنافق لو أنت ما تعرفش إنه منافق هتصلى عليه وتدعي له كمان، وممكن تعمل له كولدير ميه في الشارع صدقه جاريه كمان. انت بتعمل اللي عليك، اللي ربنا امرك بيه، ليك الظاهر وملكش الباطن، والافعال بتفضح النوايا. كده قصه الدكتور مبروك عطيه وخلصنا منها. نخش بقى على الشيخ رمضان. هو اللي يقول القوانين ربنا وهو اللي يلغيها سبحانه وتعالى. هو لما ربنا يقول انه تبت يد ابي لهب وتب، اولا بس عايزك تاخد بالك ان الشيخ رمضان قال قوانين، ان ربنا هو اللي قال القوانين وهو اللي ممكن يغيرها، وهيقوم سايب القوانين ويخش على صفات الله. اه مش دي سوره في القران اهو، وقال لنا في اخرها سيصلى نارا ابو لهب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته كمان هي داخله مع النار. مين اللي قال كده؟ ربنا اللي قال. طيب في الاخره جينا كلنا كده، ربنا قال ايه؟ فين ابو لهب؟ قال لنا، قال له انا هدخلك النار، لا تبع في تعالك. حد له حاجه عند ربنا؟ اجي انا اقول لربنا ايه؟ لا ازاي؟ ده احنا قعدنا سنين عمرنا وحفظناها، تبت يد ابي لهب وتب. اه هو قال كده؟ ده وعيد ولا وعد؟ بص يا شيخ رمضان، بما انك نقلت من القوانين لحاجه تانية وفتحت موضوع الوعد والوعيد، تعالى اتعلم من اخوك الصغير الفرق بين الوعد والوعيد. اول حاجه اللي هو الوعد الجنه والثواب، صح كده؟ اما الوعيد فهو ايه بقى؟ النار والمعاد والعقاب. ولازم تتاكد وتعرف ان وعد الله واقع لا محال. حد له حاجه عند ربنا؟ يعني الحاجه اللي ربنا وعدها لعباده واقعه لا محاله، لقوله تعالى انه كان وعده ماتيا. حد له حاجه عند ربنا؟ يتفضل عندنا الوعيد. الوعيد ده يعتبر قسمين، الوعيد الاول للمشركين اللي ما بيؤمنوش بالله، والوعيد بانهم يدخلون النار، فده لابد ان يقع ولا يخلف ابدا، وده طبعا لقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. وعيد ولا وعد؟ وعيد، ربنا بيتوعد يبقى اسمه وعيد الكريم، قد يرجع في وعيد. الوعيد الثاني عصاة الموحدين اللي وقع منهم اخطاء، وده بيبقى عقاب معين على ذنب عمله، وده بيقع تحت المشيئة، إما ربنا يغفره
أو ما يغفروش، وده طبعا للمعاصي مش للكفر، وده طبعا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حد له حاجة عند ربنا؟ تعال بقى نشوف موضوع أبو لهب. كان أقول لربنا إيه؟ لا إزاي؟ ده إحنا قعدنا سنين عمرنا وحفظناها، تبت يد أبي لهب وتب. هو قال كده؟ ده وعيد ولا وعد؟ برضه ده أنت مصمم يعني. روح يا بحبح قول له يا شيخ رمضان، ده وعيد مشركين مش وعيد لعصاة المسلمين، فهمت؟ لا إزاي؟ هو هنا ممكن يوصف لك مثلا إن ربنا قال إني حرمت الظلم على نفسي، لا تيجي يوم القيامة ما تلاقيه عادي، ممكن تلاقيه. هتقدر تقول له حاجة؟ حد له حاجة عند ربنا؟ يا شيخ رمضان اتقي الله، الناس تفهم من كلامك إن ممكن ربنا يوم القيامة يقول لك مفيش جنة ومفيش نار، أنا كنت بضحك عليكم. يا شيخ رمضان اتقي الله، حرام عليك. ولما تسمع إن ربنا هو الحكم العدل، فعادي لو جيت يوم القيامة ما لقيتوش لا حكم ولا عدل. على العموم اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا، رجاء للمثوبة في مآل.